ما هي الأمر فمضيع مستوى قادر أنا عندي مقاعدة عايز أجيب نقطة لفوق، يعني مثلا أنت عندك A B C، عايز أجيب نقطة لواحد طالع من نقطة A بمستقيم أرجع على المستوى المستقيم ده بقى عايز أجيب حاجات ارتفاع. الارتفاع في حالتنا اللي هو كان 3.5 إزاي بقى أقع أكون حاجة على الراس خط؟ كل حاجة على طول حاجة، إن أنا باجي أختار أي نقطة نقصت مرة على الاسم اخترت أي نقطة على العمود اللي أنا رسمه دوت أي حاجة، نقطة كي مثلا. وأوقع عليها الارتفاع بتاعي، إن أنا هجيب طول حاجة إيه كي. ادي مثلا دلتا زد عمودية على المصدر الأفقي بقى ده الطول الحقيقي حقيس عليه 3.5 على الحقيقي وبعد كده نقطة دي وأرجعها على المصدر كيف ايه واحد شرط وبخط التناقض هو خلاص كده فيها مشكلة؟ بعد كده بكمل بكل المسقط لوحده، يعني هاجي في المسقط الأفقي وهكسر، هجيب في واحد، هجيب في واحد، إن هاجي من دي، هرسم موازي دي إيه واحد شرطة، من دي داش يعني موازي لإيه إيه واحد داش بنفس الطول بتاعه. ومن C ومن D سنترال لاين بس سيركل بس ارسمه صح انا فيش سنترال لاين تكاد تسير عشان تعمل المراكز عملت ايه؟ جيت من الروف بتاع القاعدة جيت من الروف القاعدة رسمت دي ودي ودي رسمت مواديات في نص الروف رسمت مواديات ايه؟ دي واحد ثلاثة نص الطول جبت دي واحد ودي واحد ودي واحد ثلاثة نعم يكبر مخك خلاص كده مثلا المسقط الرصي اللي عملته تحت هعمله فوق مره ثانيه ده انا باين هذا من دي وسي ودي وزياد لايه؟ لواحد دبل داش بنفس الطول بتاعه هاي هذا طلبت من سالم واصل لك كلها لا اخفف الصوت يا عم ماشي يا عم خلاص كده اخر حاجه من الساعه لو سمحتي
يمكن يوان الثاني ولا ايه واحد الثاني فهذا ايه الواحد يبقى عباره عن مستقيم عمودي على متوقع فبسلموه ايه ولا نفس الخط عمودي على متوقع من ايه واحد من ايه شرطه وعمودي على ايه واحد من ايه شرطتين عمودي على ايه اثنين بعد كده على الخط ده اخترت اي نقطه سميتها كده ده شرح يا جدع ولو تجاوبته الحقيقي ايه كده دلتا زد عمودي على مصدر جثي وانطلقت كده اهو بقى ده الطول الحقيقي افتح الطول الحقيقي اللي هو الارتفاع بتاعنا وعشان ده مكعب يبقى الارتفاع هو نص طول الدرجه 3.5 جبت نقطه حلوه وكنت ناجح على النص تمام فيها مشكله؟ طيب اخر حاجه بتعملها اخر حاجه بنعملها عشان الرسمه بتاعتك تبقى كامله بنعين الظهر والمنتهى من بي موازي اي اي واحد بنفس الطول بتاعه من بي داش موازي اي اي واحد داش بنفس الطول بتاعه من سي داش موازي اي اي واحد داش بنفس الطول بتاعه من بي نفس الحكايه وفي الدبل داش نفس الطول من بي دبل داش موازي اي اي واحد دبل داش بنفس الطول بتاعه تمام بنعين بقى الضغط المختلف ازاي لو في المسقط الافقي حدود المسقط الافقي كلها لازم تبقى صح جيت مشيت على الخطوط الخارجيه بتاعت المسقط الافقي الاوت لاينز بتاعت المسقط الافقي تمام جوه الخطوط النهائيه لقيت عندي او جوه الهورايزن اللي انا غنيته للمسقط الافقي ده لقيت عندي فيه نقطتين نقطه دي ونقطه دي واحد وكل نقطه خارج منها شويه خطوط لو النقطة اللي شايفها قصادي هتبقى الخطوط اللي خارجة منها كلها ظهر، ولو النقطة اللي مش شايفها أو مختفية في ظهر الجسم تبقى كل الخطوط اللي خارجة منها مختفية. بعرف الظهر المختلف في المسقط الأفقي إزاي؟ أنا بقارن أو بدور على نقطتين بي ودي واحد. عشان عين المختفي في المسقط الأفقي باجي أبص على المسقط الرأسي في الاتجاه الأول. وانا لازم كده من فوق لتحت بدور على نقطتين دي ودي واحد انا نقطه هبقى شايفها الاول دي واحد فمعنى كده ان دي واحد دي هتبقى ظاهره وكل الخطوط الخارجه منها ظاهره ونقطه دي تبقى مختفيه والخارج منها اعمله ضد نفس الحكايه بعملها في النظره الفرنسيه
من أول ما نمشي لها عندي نقطة A1 ونقطة C هم دول الأفكار اللي بينهم عشان عين المختفي ظهر المختفي مسقط الرأس يبقى أجي أبص على مسقط الرأس في الاتجاه ده هشوف أنا النقطة الأول A1 ولا C A1 فمعنى كده إن A1 ظهرة وكل المختفي النقطة
طيب اول حاجه عندنا شوف احنا بنمثل الهرم ده الكيرت ايه قال ان النقط دي بتقع في مستوى الاوضه يبقى معنى كده ان في ملعب ده الواقع في مستوى الاوضه في شرطتين على خط الارض ونقطه دي لازم تكون واقعه على مستقيم يمين صح ولا لا؟ يبقى انا هقدر نكتب على خط الارض الحل الهندسي في شرطتين تفاضل ام شرطتين مع خط الارض اللي هو ده فيه شرطتين وخط التناقض فيه شرط خلاص كده نقطه بي الرقص خلصنا منها عندي النحو بيقع على مستقيم ام وعندي نقطه ايه؟ احنا اول خطوه في الخطوات اللي احنا متفقين عليها ان انا بيبقى عندي ايه؟ مستوى قاعده مش معلوم هجيبه ازاي؟ هروح ارسم من نقطة ايه؟ لو رسمت من نقطة ايه اللي انا عارفها مستوى عمودي على اف جبت مستوى قاعدة ازاي بنرسم من نقطة مستوى عمودي على مستقيم؟ عمودي عمودي موازي عمودي عمودي دي هجيبها ازاي؟ ان انا هجيب نقطه تقاطع مستقيم ام اللي عليه المحور دوت مع مستوى القاعده. تمام؟ هجيب نقطه تقاطع مستقيم ام مع مستوى القاعده، تقاطع مستقيم مع مستوى تعمله ازاي؟ عباره عن المستقيم بتاعي مستوى عمودي. تمام؟ مثلا ناخد هو عمودي على الرأس. في اثنين مع في اثنين شرطتين على خط الارض شرط وفي واحد مع في واحد شرط على خط الارض شرطتين وصلت شرطتين للشرطتين هيطلع لنا هنا في نقطه ام خلاص كده في مشكله عينا نقطه ام بقى معايا نقطتين من نقط القاعده نخش على الخطوه الثالثه اللي هي الدورات هندور ايه وام حوالين اثر مستوى القاعده هدور نقطتين ايه وام حوالين اثر مستوى القاعده
بدور الاختين ايه وهي معالي جدا نروح للعمود على محور الدوران بعد كده ماجد كل ازاي وراح قافل هنا اول شيء المنجم وده جبت ايه دوران ونفس الحكايه بالنسبه لنقطه ام عمود على محور الدوران ماجد كل ازاي قفلت كده المنجم وجبت الاختين جبت مثلا ام دوران دورت نقطة ايه ودورت نقطة ايه؟ محور الدورات اللي هو أصل المستوى اللي هو الفصل الأول. تمام؟ طيب لو أنا عندي مركز مربع انتوا عارفين طبعا لو في مربع بيبقى كوبريت منهم وبينصف كل من هما الاخر ومتساويين في الطول تمام؟ لو انا عندي A و M تمام؟ هقدر اجي من M وارسم عمودي على A بنفس الطول جبت نقطة مين؟ صح ولا غلط؟ لو أنا عندي نقطتين A و M عندي نقطتين A و M هاجي من M في الدوران طبعا هاجي من M هقسم عمودي على M A بنفس الطول بتاعه وجبت نقطة B خلاص فيها مشكلة؟ هنسترجع مين التآلف مع ان ان اوصل دي دوران ام دوران لغايه لما تطلع اثر نقطه النقطه دي اوصلها بام داش وانزل من دي دوران لعمود جبت بي داش يعني بعد ما جبت بي دوران هترجع نقطه بي بالتآلف مع نقطه ام جبت نقطه بي دوران ازاي؟ جبت رسمت من ام ايه في الدوران يعني عمودي على ام ايه بنفس الطول بتاعه وجبت بي عندك ايه وام جبت ام رسمت عمودي على ام ايه رسمت عمودي على ام ايه بنفس الطول بتاعه وجبت نقطه بي تمام بكمل اجيب النقطه دي بقى ازاي؟ احنا عندنا الاسقاط بتاعنا بيحافظ على النسبه ام منتصف اي سي ام منتصف اي سي فمعنى كده تبقى ام داش هتبقى منتصف اي داش سي داش يعني انا عشان اجيب سي ودي باجي اوصل ايه بام فمديها قد نفسها جبت سي داش بي بام ومديها قد نفسها جبت بي بام ومديها قد نفسها جبت دي داش وفي المسقط الراس نفس الحكايه فاوصل ايه بام ومديها قد نفسها وبي بام ومديها قد نفسها
جيب سي ودي. خلاص كده فيها ايه عمر؟ جبت القاعدة بوصل في برؤوس القاعدة. يبقى انا كده مثلت المجسم بتاعي. خلاص؟ اخر حاجة هنعملها ان احنا نعين الظاهر والمختلف. نعين الظاهر والمختلف. فباجي مثلا في المطرح الافقي وادي حدود المطرح في الظاهر. ايه اللي موجود عندي هو لان الحرف الاسمي بي بي هبقى شايفه فساعتها تبقى نقطه دي اللي هي بتاعت القاعده مختفيه وخطوط الخارج انها مختفيه او العكس ان انا يبقى هرب من القاعده بتاعتي شايف الراس القاعده بتاعتها دي شايفها فيبقى الحرف بي بي هو المختفي. بعرفها ازاي؟ باجي ابص في الاتجاه ده اهو. شفت ايه الاول؟ بي. فمعنى كده ان دي الظاهره والخطوط بتاعتها كلها ظاهره. ويبقى المختفي هو الحرف بي بي. نبص على المسطر في الراس. حدود المسطر كلها لازم تبقى ظاهره. ايه اللي هو المسطر ده؟ يا اما الطلعه بتاع القاعده دي يعني لو القاعده هي اللي في وشه وانا بقى بص على الظهر، لو القاعده هي اللي ظهر قدامي الهرم كده مقلوب، فالقاعده اللي في وشي فيبقى الحرف بي سي هو اللي ظهر ويبقى الحرفين في دي وفي اي مختفيين، او العكس ان انا تبقى راس الهرم هي اللي في وشي وانا ببص فساعتها تبقى الاحرف دي هي اللي ظهر والقاعده هي اللي مختفيه. بعرفها ازاي في راسي؟ باجي ابص على المسطر وشه في الاتجاه ده. هلاقي ان انا شايف القاعده الاول. طيب معنى كده ان الحرف ده هو اللي ظهر والحرفين بي اي والبي بي هما اللي هيبقوا مختلفين ونعملهم دول. تمام كده فيها مشكله؟ الموضوع بسيط وسهل بس عايز منك شويه شغل وتدريب. ف شكرا جدا على